بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كبرت أحواتي نحتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله توفيقنا رب سبحانه وتعالى أبت كتابنا كشف الشبهات أبوينا حزنا نقتصل زلنا مالتيو نايلوم درسنا مستي نايقد محجي مستقد مزي از نبرت درسي اتحيزنا كنرينا كوم دماني حدش استمهرو كنوسيدينا مالتيو ابت زحلفه تاقندي اب شبهه تودقوم كاب توحيد تلاغسوم زلا غداي ناي شفاعه مخانا بادلا رينا نيرنا مالتيو ولذلك نتكحتتون كلو نمنتايخم ندي ربي تغزو زلخوم نابدي ربي قربان تغبرو نابدي ربي توجهو زلخوم كبهالو خلو نريد التقرب الى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده يبلو نيرم ناب ربي سبحانه وتعالى كن قرب سلازدلنا امو دما نحنا زنبنياتات سلازخونا من زنبنا خلنا هن قرب سلازين خل بتوم صالحين غيرنا واسطا غيرنا اينا ناب ربي نبصحيلهم ازي قياس فاسد دخونه زي قنوع زخونه لك كم مخلوق غيرمو نتي خالق سبحانه وتعالى منغنيا غيرمو لو مالتيوم ولذلك ربنا عز وجل بزعبازي املكتوين اب سوره الزمر انتايلو والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ناب رب سبحانه وتعالى بقد تقبصحنا سلازدلي انا دامبري ازياتهم كو كم دي خلقن احنتي كيلت كم زي يقولوا من نفلطينا يبلوني رم مالتهم فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم اب كم زكونتات سلاز نبرو اب زي رب عباده ناب زي رب قربا ناب زي رب توكل ناب زي رب قديف كان اب كالي محراد ذ كله زي عباداتات لغير الله مسو علو الله سبحانه وتعالى دماني على فترة من الرسول ببوانو نبيا سلاز زلخ سلاز خنا قويتنا قويتنا سبحانه وتعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لإخوان مالتيو انتهى قبرو يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ناي سيدنا إبراهيم دين ناي كلهم أنبياء أبتوحيد حاديهم سيدنا إبراهيم دماني أبون إسماعيل سيدنا إسماعيل كومو دماني اتبقايا ناي ملا ناي سيدنا إبراهيم أبكباب ناي مكا نزخطلون وحدات نيرهم مالتيوم وزيد ماني النبينا محمد على النبي عليه الصلاة والسلام دما نزق ودايزي تجديد كقبر لهم نبت توحيدنا من قدني أنبياء نخصو عدماني تلاقيهم متجمع لتهم وهذا يدل على أنهم أصحاب دين لأنهم يعرفون إبراهيم عليه السلام ولم يتبعوه حزب قريش النبي إبراهيم يفلتوه من يرم انتخونا من قدنا سيدنا إبراهيم قديفهم كي تخطلوا نبكالي اللاقي سمني رم مالتهم ووجدنا أنهم يرتبطون ويرفعون راية اتصالهم بملة إبراهيم عليه السلام كل قزي نحنا تخطلتنا إبراهيمنا النابولوين اتناتهم بانديرهم حافية بلون يرمنا لتهم كل قزي أبوزح ميلال دلو أب يهودية خي ترفة أب نصرانية خي ترفة كانوا يدعونا وينتسبونا إلى ملة إبراهيم عليه السلام نحنا تختلتي سيدنا إبراهيمنا يبلونيرم فرد الله سبحانه وتعالى ادعاءهم إزيز بلوزلو قالاود عمبر بتقباراوي ناي نبينا ناي نبي إبراهيم تختلت خمزي كونو دماني الله سبحانه وتعالى أبسورة آل عمران تايلو ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إبراهيم عليه السلام من قدي زنبورو حنيف كنوع زخونة قطتنيا زخونة استسلام ناب رب سبحانه وتعالى زنبورم شرك زي قبرو زنبورو كاب شرك روحق زنبورو مائل عني من الشرك إلى التوحيد كاب توحيد كاب شركي قديفهم ناب توحيد عدمو زنبورو ناب توحيد زنبورون يوم سيدنا إبراهيم إذا سخاتكم من هلكا أيهوداوي إنيرو نصراني إنيرو نصراني إنيرو تبلوز لهم كم يكونن إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المتقين والله ولي المؤمنين
እዛ አያ ዚያ አብ ሱረት አል ዒምራን መበል 68 ትርከብ ረቡና ዐዘ ወጀል ታይሉ ኢነ አውለ الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين امبار بحق تختلتي ناي ابراهيم من يوم تل اتباهيلوم نهلكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تامن قد ناي سيدنا ابراهيم حيزو ما زلو يوم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زي تختلو دما نسوم يوم من قد ناي سيدنا ابراهيم حيزو زلو زبل الله سبحانه وتعالى بقلت زخوني من يوم اتباع ناي سيدنا ابراهيم قلت لنا مالتو وقد بقيت بقايا من دين ابراهيم عليه السلام وصلت إلى العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كأكدني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نبي النت كي تسكموا ان كله قلي وحدات نيروم أب عرب ملا كمن قدينا سيدنا إبراهيم زحازو مالتهم وكانت قلة من العرب يدينون قبل البعثة بالحنفية دين إبراهيم عليه السلام من قدينا سيدنا إبراهيم دحازو وحدات نيروم يوم مالتهم ولذلك في البخاري باب حديث زيد ابن عمرو ابن نوفل دبل إمام البخاري زسفرو عن ابن عمر رضي الله عنهما سيدنا ابن عمر ودمن سيدنا عمر انتايبل أن زيد ابن عمرو ابن نوفل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه عمرو ويدماني زيد ابن عمرو ابن نوفل زي أب بوتا نايشام كيدو أب دك بزوجن نايشام زنبورو أتباع ناي ديانا ناي يهود ناي نصارى زنبورو مسلز نبورو نابو خيدو زيد بن عمرو بن نوفل فلقي عالما من اليهود كابتم فلا تهزبهالو أيهوداويان رخيبو فسأله عن دينهم انتهوا زي ديناتكم كما يدينكم إلو نزي عالم زخون أيهوداوي حتيتو فقال انتهي لمليس له كم اللي سألون كله إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني له بجخان دعاء نجرني إذا ديناتكم انت دعاء قنع كوين انت دعاء فليت ايوم انت خخطة له إلو زيد بن عمرو بن نفل حتيت ومالت يوم فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله إلو انبقار ايودا وقت كون دليخا دينات نقت كتل دليخا إلو انت دا اخت كتلو دليخا قطع عين ربي كوردك انت دا دليخا اخت كتلو إلو قال زيد بتاح مكيرو مو ازي الزرار بازي ما افير الا من غضب الله انا دا اخب قطع عين ربي فريحة هادي من دي ناب رحمان ربي زدلي زلقون دي إلو ولا احمل من غضب الله شيئا ابدا انا بقاري قطع عين ربي كسكم اي دليني واني أستطيعه فهل تدلني على غيره أمو قطع عيني ربي كوردكا أنت لا تبلي نخونك أنا قطع عيني ربي أيدليني رحمن ربي زدلي سلزخونك أمو بل أت رحمن ربي زلو تقنع من قد زخون من قد خي كتحر برندو تخيلي خائلو قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا حنيف كتكون أنت لا أخونك نساء تاقن يعتيلو قال زيد وما الحنيف حنيف دا انتي مالتي إلو قال دينو إبراهيم حنيف دوني تامن قدي ناي إبراهيم يا إلو لم يكن يهوديا ولا نصرانيا إبراهيم أيهوداوي أيكونن نصرانيين أيكونن ولا يعبد إلا الله بجك كان حدا الله نحدا خالق السماوات والأرض نحدا فتعرت زي كونو نخالي أي ملخن أي قزاني نيرو إلو ملي سلو فخرج زيد كابزبوتازي وطيئو زيد فلقي عالما من النصارى كابتم نصارى عالم زخوني كابعتم رخيبو فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله إلو انبقاري ديناتنا انت داخت كتل دليخاء إلو إذن كابتم علماء زبهالنا نصارى انت دعا لعنان اي ربي كوردكا انت دعا دليخاء ناتنا دين تختل إلو قال ما أفر إلا من لعنة الله أنا دعاني قبل عمانا قبل عنا يا ربي فريح عندي قنع من قدس دلي دلق عندي ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا أنا دماني قطعنا يا ربي يكون لعنان يا ربي يكون كسكم أيدلني وأني أستطيع فهل تدلني على غيره
أمو نابكالي كنتك تحبرن تخيل إلو حاتيتو قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا حنيفا كتكون انت العدليخة نساءتا كنعتي إلو قال وما الحنيف حنيف كنتي مالتي مسولو قال دين إبراهيم دين نا إبراهيم إلو وزي طبعا أبرواية البخاري دلو انت إلو حنيف مالت دين سيدنا إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا إبراهيم عليه السلام أيهوداوي أيكونن نصرانيين أيكونن ولا يعبد إلا الله بجك أنا حدا الله وإن قال أي جزء أني نيرو فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج بقر كلت يوم زيهم فلات أزب بهالو من قدنا إبراهيم تعيش كذا حنيف دخنت مسبلو كاب أتوماتيو فلما برز رفع يديه كاب أتوماتيو قبل عز بلبو تخينو فقال كم زيلو اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم أو قيتاي أني إمسكرا لخو أبتا ديننا إبراهيم زمسكرو لاد اللو تقنع تتبهال أني أب أيز اللخو إلو مالتيو البخاري انتايبل رحمة الله عليه وقال الليث كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت ليث هشام كابوبو انتهي بالمالتي أسماء قالوا من سيدنا أبو بكر كمزي إلى رأيت زيد بن عمرو بن نوفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة أنا رأيوني رأي أب كعبة تتأجعو زيد بن عمرو بن نوفيل يقول كمز خبل يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري والله اليوم عبدنا إبراهيم بجكاي كالي سبيلن وكان انتايلو مالتي تمنجدنا إبراهيم بار أنا فليت يالخو أبعزلو دمان ولا حد يلن أنا إبلني رومالتيو إزي زيد زي كابتي سناي قبرتات زقبروز نبرة يحيي المؤودة نقبروان قوالن استيت بهوتا خلاي قبروان سلزنورو قدوفوز إكاي قبرن دابلي يخل كلهم نيرو كومو دماني نتنز كقتلوان زدلو بلو قدوفوان انتر عزي تخولو خينكم أنا كعبية لكم نابلوين يوسدن نيرو مالتيوم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أب صحيح الجامع الصغير اللو حسنه الألباني انتهي بلو دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نوفيل دوحتين لهم أب جنة أتي عمرو ويدمان نزيد بن عمرو بن نوفيل رب سبحانه وتعالى أكرمه كلتهن سأ غيروا له رأيوا يبلو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن إذا قداي إذا ناي سيدنا إبراهيم من قدي نابو تجديد نخجبري أم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تلا إخوان مجمع لهم بزعبو إذا ملكت إن شاء الله حجي بعبدمت درسنا وين بزيادة أصفح بلنا كن رأينا مالتيو ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد.